عندك اي حاجة ثابتة وعايز تخليها شكل متحرك في الصورة، مش هنعملها يدوي بالطريقة الغلط دي. اول حاجة هناخد نسخة من الصورة اللي عندنا، وهبدأ اروح على قائمة فلتر وبلور واختار الراديال بلور. هتفتح لنا القائمة دي. اول حاجة هزود اول خيار ده وعمل بلور ده زوم واخليه افضل حاجة. ابدأ نسحب الجزء ده على اليمين علشان يطبق لي على الجزء اليمين من الصورة، وكده اتظبطت بس على الصورة كلها. طيب احنا عايزين نعكسها، هنعمل ايه؟ هبدأ اعمل ماسك وهعكس الماسك ده، وهجيب البراش وهبدأ اني امسح على الحاجات اللي انا عايزها تاخد الافكت اللي احنا عملناه بتاع البلور. فانا هعمل القطر كله وهسيب بقى الصورة زي ما هي. بس يا صديقي ما تنساش تعمل فولو.